ينضم الينا كذلك عبر الهاتف الدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصادات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. دكتور اسلام، اهلا وسهلا بحضرتك. وفق تجربه افريقيا على مدار سنوات انتشار الفيروسات والاوبئه المختلفه التي المت بقطاعات واسعه من دولها، اي الخيارين كان خيارا امثل؟ خلق الشراكات مع مؤسسات دوليه والحصول على اللقاحات والادويه مباشره، ولا النفاذ الى تكنولوجيات التصنيع الدوائي على المستوى الاقتصادي طبعا؟ اهلا وسهلا استاذ احمد، ويعني الشكر موصول والسلامي للاستاذه ايه، وبشكرك على ان اول سؤالي بسؤال محوري ومهم جدا يعني، واتكلمنا فيه كتير. يعني احنا كنا بنتحدث دائما على فكره ان هل الاحسن ان انا استجدي المنظمات الدوليه كقاره افريقيا في الحصول على بعض المعونات او اللقاحات، حتى لو قبل جائحه كورونا، للملاريا مثلا او للايدز او للايبولا، ولا يبقى في منصه للتصنيع وإدارة التكنولوجيا الطبية ونقل الخبرات. طبعا الخيار الأول هو خيار قصير المدى جدا، الخيار الثاني هو المهم، ده أهم حاجة. إحنا بنتكلم على قارة تقريبا معظم الأدوية اللي موجودة فيها، بنتكلم في حدود 90% يتم استيرادها من الخارج، وفقط يتم تصنيع 10%. لو شفنا نفس الموضوع ده لمصر، طب ليه مصر عايزة تاخد الريادة، أو ليه نطلق هذه المنصة برعاية هيئة الشراء الموحد وتحت رعاية سيادة الرئيس؟ لان مصر الموضوع فيها معكوس. احنا عندنا الحمد لله مثلا في جائحه كورونا كان 95% من انتاج البروتوكولات محلي، احنا بننتج 95% من بروتوكولات كورونا، 5% فقط كان يتم استيرادهم، هو المونوكلونال انتي بوديز، واللي هو المونوكلونال انتي بوديز والادويه البيولوجيه. تم الاسبوع الماضي عقد اتفاق ما بين مدينه الدواء وما بين شركه روش العالميه ان هي اعاده انتاج ادويتها، اللي هي اكبر شركه في العالم في الادويه البيولوجيه جوه مصر. فبالتالي انا عايز ابص على يعني خارطه طريق طويله المدى، ان يبقى قاره افريقيا قادره على حاجتين، توفير موارد يعني محليه للادويه، والحاجه الثانيه تبقى مركز في المستقبل لتصدير الدواء، لان احنا عندنا الريسورسز وعندنا العماله اللي ينفع تصنع لكل مصانع العالم بتكلفه ارخص. فدي رجعنا للفيجن الرؤيه اللي اطلق بيها المؤتمر النهارده، وهي فكره ان احنا افريقيا تكون مركز للابتكار الدوائي ومركز التجاره العالميه. طيب هي دكتور اسلام بشكل عملي، هل القاره مؤهله على مستوى البنيه التحتيه للتصنيع الدوائي، على مستوى الكادر البشري، على مستوى الخبرات الموجوده، حتى تستطيع ان تصنع جانبا حتى من 90% من احتياجاتها التي تستوردها؟ وده المهم من اطلاق المبادرات. يعني طبعا حاليا نقدر نقول ان الجاهزيه قليله، ولكن الأهمية هنا إن إحنا نبقى عارفين وضعنا إيه. يعني لا يوجد أي تحسن أو تغيير الأفضل إلا لما نكون عارفين إحنا مكاننا حالياً فين من حيث تقييم الموارد الموجودة، تقييم الآليات، وتحديد إيه هي الأوتبوت والأوتكم أو الأهداف اللي أنا عايز أوصل لها. وده من أهم رأيي من أهم الأهداف اللي ممكن مصر تساعد فيها القارة الأفريقية. إحنا حطينا خطة في رأيي المتواضع من أقوى الخطط للصحة 2030، موجود فيها بالتفصيل اهداف التنميه المستدامه من الثلاث اشياء، الموارد والاليات والاهداف المرجوه. ده لو عرفنا نحطه لافريقيا او نساعد افريقيا فيه، ان انا اعرف احنا عندنا موارد بشريه موجوده في افريقيا، عندنا العقول، ينقصنا الاستخدام الامثل للموارد. يعني دايما انا بقول احنا ما عندناش مشكله موارد قد ما عندنا استخدام امثل للموارد في افريقيا. والحاجه الثانيه هي فكره الاليات، ازاي اقدر اساعد في نقل التكنولوجيا، الاراضي اللي موجوده في افريقيا والمصانع اللي موجوده في افريقيا عشان يتم تجهيزها هتستخدم اموال كثيره للغايه، لكن هذه الاموال موجوده. يعني انا لو اقدر اخد من المنظمات الدوليه بدل ما هي اعانات مباشره بادويه او بفلوس، ان احنا بقى في المعونات عباره عن نقل وتدريب، زي ما سياده الرئيس اتكلم النهارده على تدريب الكوادر، مصر تقدر تقوم بالدور ده وما استناش للمنظمات الدوليه. احنا عندنا اقوى جهاز تدريب حاليا في افريقيا، عندنا شراكات مع هارفارد، عندنا شراكات مع اوكسفورد جوه وزاره الصحه وهيئه الشراء الموحد. طيب دكتور اسلام، بما اننا نتحدث عن هذا التشارك او التكاتف القاري في قاره افريقيا، بناء على ما قاله اليوم دكتور محمد عوض تاج الدين، ان للاسف افريقيا تعاني، افريقيا موطن الكثير من الامراض، حتى ضرب العديد من الامثله عندما تحدث عن مرض الملاريا او السل، وما زالت افريقيا تسجل نسب كبيره وقياسيه بالاصابه بهذه الامراض. اذا هناك عائد كبير على العالم او على مستوى العالم عند حدوث هذا التكاتف القاري او التعاون القاري في المجال الصحي للقضاء على هذه الأمرضة، والتي ربما حديثا أصبحت أفريقيا تصدرها للعالم.
ده صحيح أستاذة آية، يعني ومساء الخير أولا. أهلا بحضرتك، بجدد الترحيب بيك أكيد. الله يخليك. والفكرة كلها لما تفضل به يعني دكتور محمد عوض تاج الدين وقابله دكتور خالد برضو في المقدمة الافتتاحية، هي فكرة أن احنا محتاجين يبقى عندنا نظرة لاقتصاديات الصحة عند التعامل مع الأوبئة، ومن هنا أطلقت المبادرات. يعني مثلا لو أفريقيا محتاجة أن هي تطلق مبادرة معينة، سواء كان هل الأحسن أن هي تطلقها للملاريا ولا الأحسن تطلقها مثلا لإيبولا أم للنون كوميونيكابل ديزيز كما قال دكتور خالد، ولا الأمراض المدمنة الغير معدية زي الضغط والسكر. أحسن إجابة للموضوع ده هي فكرة أن يبقى فيه اقتصادات دواء. يعني الحمد لله احنا النهاردة عرضنا نتائج اقتصادات الدواء للمبادرات الرئاسية الحمد لله لثلاث مبادرات، ولسه فيهم 11 هيتفضل منهم الباقي. كل جنيه بيتم صرفه في المبادرات الرئاسية بيتم ليه مردود. يعني مثلا نتكلم فتقريبا الجنيه بيجيب 2 جنيه ونص، لو اتكلمنا عن مبادره السمع كل جنيه صرفته مصر مبادره السمع رجع تقريبا 24 جنيه. احنا تم توفير 50 مليون دولار بسبب حمله فيروس سي مثلا على سبيل المثال. فبالتالي لو تم تفعيل نفس الشراكه في اقتصاديات الصحه مثلا على سبيل المثال، ده جانب واحد فقط من جوانب الاشتراك، هنقدر ان احنا نقول ان افريقيا محتاجه مبادرات واحد واثنين وثلاثه، وهنقدر نقدم، لان دلوقتي بقى السبيل ان الواحد يعرف يجيب فند لاي دوله ان هو يقول الجنيه في اي مبادره او الدولار في كل مبادره هيبقى ليه مردود اقتصادي عامل ازاي على البلد. طبعا احنا بنتكلم على مردود اقتصادي، مش بنتكلم على مردود مادي يخش خزانه الدوله، بنتكلم على مردود اقتصادي يعني انتاجيه الافراد بتزيد لان الصحه. وهنا يا دكتور نحتاج لتكاتف المجتمع الدولي وليس فقط القاري. محتاجين طبعا كده كده هنفضل محتاجين المجتمع الدولي. افريقيا مش هتقدر تستغنى عن المنظمات الدوليه في يوم وليله بعد اعتماد تقريبا 80 من 70 ل 80% من مواردها للصحه. فبالتالي احنا لو هنقدر مصر تقوم بدور، احنا محتاجين نبقى مع افريقيا يدا بيد، وان احنا نساعد في عدم الاعتماديه الكليه للمنظمات الدوليه اللي هي ممكن يوم تقدر تبعت او يوم مثلا ما تبعتش زي ما حصل في كوفاكس وتم تأخير الشحنات على أفريقيا لمدة سنة كاملة. فأهم شيء في الشراكة اللي موجودة إن إحنا أفارقة، إحنا موجودين في القارة، إحنا عندنا نفس المشكلة. سيادة الرئيس لما قال الموارد عندنا قليلة، الموارد في أفريقيا قليلة ولكن عندنا حاجات تانية نقدر نساعد فيها. إحنا عندنا لو عملنا استخدام أمثل للموارد، لو ابتدينا نتكاتف في فكرة التدريب، ابتدينا يبقى عندنا توثيق لكل المعلومات الطبية، ودي جزء مهم جدا يعني اتكلمنا عليه النهارده، ان احنا لو عرفنا نرقمن المنظومه الصحيه زي ما موجوده في رؤيه مصر 2030 ده هيتيح لينا ان احنا حتى لو بنستعين بالمنظمات الدوليه بنستعين بشكل عملي كاستثمار للصحه مش استجداء لفند ممكن يجي او ممكن ما يجيش. دكتور اسلام عنان استاذ اقتصادات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، اشكر انضمام حضرتك الينا، شكرا جزيلا.